هلو جايز، معكم إلي عاسي من عاسي فور هانتينج. انا اليوم بشتورة كاونتري كلوب. تعودتوا علي دايما بجرب بلتس من اوس مانشرست. اليوم رح نعمل اكسبيرينس مختلفة، رح نجرب نحن وياكم السلاجز. السلاجز هو قريب على الخردق. العيار اللي عم جربه اليوم هو 5.5. رح جرب نوعين سلاجز اليوم، هن عبارة عن H&N 25 grains HP و Spartan slugs 25 grains HP. H&N كل العالم بتعرف ماركة H&N، ماركة عالمية. رح نحكي كمان عن السبارتن. السبارتن هي شغل لبناني، لأول مرة في معمل بلبنان عم بيعطينا سلاجز خردو نوعية جيدة جدا. إذا بتشوفوا النتائج مبدئيا، عم جرب اليوم أول مرة، راح استعمل FX Impact M3. مثل لازم لكم شغلة إنه البارودة اليوم منا جاهزة لسلاجز. لحتى يكون عنا بارودة جاهزة لسلاجز مفروض نعمل settings خصوصي بسلاجز، يكون عنا بارل خاص بسلاجز. ولكن ماشي الحال، بتصور 25 grains قريبة على السرعة اللي أنا والوزن اللي أنا بأوصه بالجي اس بي 22-25 grains. السرعة تبعي هي اليوم تقريبا 970-975. سفرت البارودة تقريبا على 170 متر. رح نعمل جروب ونرجع نقوس أهداف. لازم قلكن ياه كمان انه اشرح اكتر شوي شو هي سلاجز وشو الفرق بين سلاجز وبين الخردق العادي. السلاجز هو عبارة عن خردق بديفرنت شايب، يعني الشكل تبع الخردقة بيختلف. البلتس بيجوا اغلبيتهم ديابلو شايب، بينما سلاجز بيجوا عندهم شايب اكتر معمول حتى يخرق الهواء ويحمل بسي عالي. شو يعني يحمل بسي عالي؟ يعني السرعة اللي بتطلع من البارل للهدف بتحافظ عليها السلاجز بطريقة ممتازة. هلا رح نبلش الاكسبيرينس احنا وياكم، رح نشوف سوا وين عم قوس. هون مثل ما شايفين هيدا النادي، ما بعرف اذا مبين عليكم على 170 متر حاطين اهداف. هلا على سكوب تبع السايد شوت بنشوفهم. يلا لنبلش. سو جايز، عم نقوس 175 متر. Let's see. رح نعمل جروب 5 شوتس. It's high wind. So I'm gonna put at one. My speed is 970, 25 grains, H&N. Second one. Third shot. Fifth shot, it was out. Let's try again. Down. Okay, the group. Thank you.
3 shots. Thank you.